اهلا بكم يا اصحابي، انا ديالا العويدي في فقره هيا نرسم. اعلمكم اليوم طريقه رسم كلب. عاد الى كراسه والوان وبرايه ومساحه وقلم رصاص. اولا نرسم شكلا بيضاوي. ثم نرسم فوقه شكل هلال. ثم نرسم القوس وهو الجسم. ثم نرسم دائرتين. والآن نرسم الذيل. ثم نرسم العين والفم. والآن نلون الكلب.